مساء الفل والهنا على كل جمهور النادي الاهلي وعلى كل بيتفرجوا علينا دلوقتي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الحريفه. وقبل ما نبدا حلقتنا حابه في الاول اشكر انا واميره كل الناس اللي تابعوا واتفرجوا على اول حلقه امبارح. وحقيقي احنا مبسوطين جدا 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 بردود الافعال اللي جات لنا واللي لسه بتجيلنا ولسه ان شاء الله اللي جاي اقوى باذن الله. مساء الفل يا هند ومساء الفل على كل الجمهور. عايزه اقول لك يا هند بجد ردود الافعال بسطتني جدا جدا جدا. ما كنتش متوقعه حجم الدعم اللي هيجيلنا في اول حلقه، وان شاء الله باذن الله نكون على قد ثقتكم كبرنامج وقناه ونكون قد الدفعه اللي خدناها منكم امبارح. ولسه توقعوا مننا اللي جاي احسن وفي مفاجآت كتير جدا. رايكم مهم قوي بالنسبه لنا وتفاعلكم معانا اهم. مظبوط. تعالي بقى نبدا حلقتنا النهارده ونروح لفقرتنا الاولى الاخباريه في السريع. يلا بينا. اول خبر معانا النهارده طبعا هيكون عن احتفاليه توقيع الرعايه ما بين النادي الاهلي وبنك ابو ظبي الاول مصر بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره ومارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم وعدد من لاعبين ولاعبي الفرق الرياضيه ومسؤولي البنك. والتعاقد مع بنك ابو ظبي هيكون لمده 4 سنوات. والخطوة الناجحة دي يا أميرة بتيجي ضمن الأولويات الاستراتيجية الجديدة للنادي في تسويق حقوق الرعاية وتحقيق أكبر عائد مالي بالشراكة مع الكيانات الكبرى في المجالات المختلفة. وكمان بيسعى النادي الأهلي من خلال التعاقد ده لتعظيم موارده المالية لمواجهة حجم الإنفاق المتزايد على أنشطة النادي وفرقه الرياضية وكمان البنية التحتية. الخبر الثاني معانا هو اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي امبارح واللي فوضت مجلس إدارة النادي الأهلي لمتابعة جدول الأعمال ده بعد عدم اكتمال النصاب القانوني. وأعلن الدكتور سيد حزيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن حضور 3972 عضو من أعضاء الجمعية، في حين أن النصاب القانوني علشان يكتمل ويكمل معاه انعقاد الجمعية العمومية بيشترط حضور 5000 عضو. بالظبط يا هند. اخر خبر معانا هيكون عن كاس العالم ومباراه المنتخب الارجنتيني والمنتخب البولندي اللي هتتلعب النهارده في الجوله الثالثه والاخيره من مباراه المجموعه الثالثه بالدور الاول لبطوله كاس العالم 2022، والمره الاولى في تاريخ المونديال يتقبل النجمين يتقابل النجمين ميسي وليفاندوفسكي قدام بعضهم. والحقيقه المباراه دي هتكون صعبه جدا جدا على المنتخبين لانهم بيتصارعوا على حصول واحد منهم على بطاقه التاهل للدور ال 16. ونشوف معانا الصوره اهي ونخش بعد كده على فقره صوره في تعليق. زي ما احنا شايفين مع بعض في صوره النهارده اللي معانا فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي لعب مع منتخب بلاده البرتغال اول امبارح مباراه قام منتخب قدام منتخب اورجواي وفاز فيها 2-0 واللي جاب الجولين اللاعب برونو فرنانديز. بس المشكله كانت في الجول الاولاني اللي في الصوره معانا ده لان حصل عليه خلاف كبير جدا بيقول ان كريستيانو رونالدو هو اللي سجله والمفروض يتحسب له، وفي اللي بيقول لا زميله هو في الفريق برونو هو اللي جاب الجول. كريستيانو بعد المباراه راح واتكلم مع الحكم علشان يقنعه ان هو اللي جاب الجول ده، وفي الحقيقه حصل جدل كبير قوي على الجول ده، لكن الفيفا قررت في النهايه انها تحسبه لبرونو. عارفه يا اميره كمان المشكله ان الموضوع ما خلصش عند نهايه المباراه وبس، لا لسه لحد دلوقتي الموضوع يا جماعه بيحاولوا ان هم يحسموه بين الاثنين مين اللي سجل الهدف فعلا. خرج الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بأنه هيقدم للفيفا إثبات بأن كريستيانو رونالدو لمس الكرة وهو اللي سجل الهدف، خصوصا أن زميله برونو طلع وقال أنه حاسس بأنه لمسها فعلا. بس الشركة الراية أو الشركة المصنعة للكرة قالت أنه حاولت تحسم الجدل في الموضوع ده وقالت انهم رجعوا لخاصيه السنسورز او الحساسات اللي عاملينها جديد جوه الكوره بتردد 500 هرتز وقالوا انه رونالدو ما لمسش الكوره فعلا. بصي هو الموضوع كبير وخد حجم كبير قوي قوي، وعارفه ان هي او في النهايه فريقه كسب وصعد للدور ال 16 ايا كان مين اللي جاب الهدف، لكن في الحاله دي طبعا هو لو كان اتحسب لكريستيانو طبعا كان هيحقق رقم قياسي جديد في مشواره كلاعب. بس اعتقد ان الموضوع الفيفا حسمه ومش هيكون في اي تغيير.
صح مظبوط مظبوط. خلينا بقى نروح نشوف خلال الايام الجايه كده ايه اللي هيحصل، هل هيحصل جديد ولا لا. دلوقتي بعد ما خلصنا اخبارنا وصوره النهارده، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف منورتنا النهارده في حلقتنا هتكون عن ايه. ورجعنا لكم مره ثانيه، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقرات حلقتنا النهارده المنوره. بما اننا مكملين في اجواء كاس العالم وشايفين قد ايه كجماهير مصريه متفاعلين مع كل المنتخبات اللي بتشارك في المونديال ومتابعين كل التفاصيل الصغيره والكبيره، خصوصا الرجاله يا بيتفرجوا على القهاوي يا بيتفرجوا في البيت وبيتعصبوا وبيتضايقوا لما المنتخبات اللي بيشجعوها بتخسر. يعني في منهم مثلا اللي بيشجع الارجنتين عشان ميسي، واللي بيشجع البرتغال علشان كريستيانو رونالدو، والبرازيل علشان نيمار، وانا واحده منهم بالمناسبه. وكل النجوم اللي في المنتخبات، وكمان بيامنوا وفي اللي بيامن بحظوظ المنتخبات العربيه اللي مكسره الدنيا وواقفه الند بالند قدام المنتخبات الاوروبيه. شابو كبير ليهم طبعا، خصوصا انهم قدروا يجمعوا العرب كلهم مع بعض. بس كل اللي بيحصل ده من الجمهور المصري كرجاله في الشوارع والقهاوي على السوشيال ميديا، واحنا اصلا ما رحناش كاس العالم. فعشان كده احنا اخترنا ان تكون منورتنا النهارده اميره عن الفرق في التعصب الكروي بين الراجل والست. عايزين كده يعني عايزينكم كمان انتوا تشاركونا على صفحه الاهلي تي في وتقولوا لنا مين متعصب كروي اكتر، الستات ولا الرجاله. انا عايزه اعرف انت رايك. سؤال يعني طبعا الراجل. لا انا ما بشوفش كده، انت عارفه كده انا متعصبه يعني فوق ما تتخيلي. بس هنتكلم دلوقتي، انا هفهمكم. يعني في تعصب، يعني انا بشوف ان الكوره محتاجه جمهور الكوره لازم يبقى بيشجع من قلبه. يعني ما بحبش الناس اللي بتقعد تشجع حاطه كده رجل على رجل. لا انا بحبهم قوي. لا ده مش بالنسبه لي، ده مش جمهور كوره. الكوره انت لازم تشجع من قلبك. صح. وصوت الجماهير ده، انا في ماتشات حضرتها كنت بقول الجون ده اللي جابه هو الجمهور. انا معاك تحديدا كمان لما بتفرج على ماتشات الاهلي والفرق اللي هي الجماهيريه قوي. انت بتتكلمي عن حماس جماهيري ملوش علاقه برضو قوي بالتعصب. التعصب يعني بعيد عن التعصب. التعصب ده بيودي في حتت تانية خالص. مظبوط يعني... التعصب اللي اميره بتقول عليه اعتقد انت قصدك اللي هو بنقوم نكسر حاجات ونبهدل الدنيا. بالظبط كده. لا ده بالنسبه لي. طب انت بتشوفي بقى نسبته في الستات اكتر ولا الرجاله؟ بصي انا بشوف طبعا نسبته في الستات اكتر. بس في البدايه بس انا عايزه يعني اقول اننا كمصريين المفروض ان احنا كان اللي يهمنا هو منتخب بلدنا، واحنا كمنتخب يعني ما قدرناش ان احنا نروح كاس العالم السنه دي، وعشان كده الرجاله ما سكتوش، كل واحد فيهم اختار له منتخب وقرر انه يشجعه ويكون معاه قلبا وقالبا. حلو كاس العالم، عايز برضو يحس بحاجه يعني. لكن ان احنا نوصل بقى لمرحله التعصب اللي موجوده دلوقتي ما بين رونالدو وميسي، مين اللي هيفوز ويحقق اللقب ده، يعني انا شايفه ان ده شيء مبالغ فيه شويه. يعني ما تتعصبش، مفروض اصلا المفروض التعصب في الكوره انا ما بشوفش، انا بشوف ان انت تشجع. ضد كلمه التعصب. ما تتعصبش يا سيدي غير لمنتخب بلدك، لكن اشجع طبعا كل اللي بيمثلنا من اللغه الضاد، كل المنتخبات العربيه والافريقيه، واشجع واحب اي فريق كمان، بس مش لدرجه ان انا اتعصب. لان انت حضرتك لما تقعد تتنرفز وتكسر وتنكد عشان منتخب غير منتخبك مثلا، يعني ايه هيتعمل؟ هيدوك الشنجن مثلا؟ يعني مفيش اي استفاده غير ان انت ضغطك هيعلى ومزاجك هيتعكر وهتنكد على كل اللي موجودين حواليك في البيت. فنستمتع على اللعبه الحلوه ونتفرج واحنا مبسوطين، وهو ده يعني. لكن انا ردا على سؤالك، انا قابلت امثال كتير قوي يا هند لستات مجرمين في التشجيع. يعني انا بشوف ان احنا كستات بنشجع وعندنا حماس جامد جدا. انا في التشجيع مش قادره اقول لك ببقى عامله ازاي في البيت، ليا طقوس. لكن انا شفت ستات، يعني في واحده مثال من الامثله دي، كانت بتشجع لوحدها وقت الماتش، تخش اوضه لوحدها من كتر ما بتتعصب وبتعلي صوتها. ده انت بتتعصب وتعلي صوتها ومش عايزه حد يشوف اللي هي بتعمله، تقفل على نفسها الباب لانها بتبهدل الدنيا يعني. ودي كانت بالنسبه لي اول مره فعلا اشوف ست بتتفرج على ماتش بالعصبيه دي، يعني ما شفتهاش قبل كده. لكن الست والتعصب الكروي لا طبعا، احنا اقل بكتير من الرجاله. احنا بنعرف نفصل، يعني بنعرف نفصل، يعني نشجع وعندنا طاقه حماس وكل حاجه، لكن بنعرف نفصل ان احنا نبقى ممكن نكسر او نتعصب. او يعني انت عارفه التعصب ده ويوصل لايه؟ انا اكتر واحده عارفه التعصب بيحصل ايه. يعني انا اعرف حالات مثلا اتطلقوا بسبب ماتش، اعرف حالات ضرب ابنه بسبب ماتش. طبعا ده
قطعا الهدف من وجود الرياضة في الدنيا دي انه الرياضة دي موجودة علشان تحسن من سلوك الإنسان، نبسط. تحسن من أخلاقه. يعني حتى لما بنيجي نتكلم كده مع بعض نقول خلي روحك رياضية، الرياضة اتوجدت علشان صحة أحسن ونفسية أحسن. أنا مش مع التعصب المؤذي، لكن أنا مع أنه ما نشجعش وإحنا قاعدين في الاستاد حاطين رجل على رجل، لا إحنا نشجع، نبقى بجد نشجع من قلبنا. الجمهور لما شفنا في مصر سنين كتير جدا جدا ما كانش فيها جماهير، كنا كنا بننادي بعودة الجماهير وكذا وكذا، ليه؟ لأن في بجد لعيبة ما بتأديش كويس إلا بصوت الجمهور وعلى النقيض انه تشجيع. انا معاكي ان اللي انت بتقولي عليه ده بالزبط. تشجيع من القلب، من القلب. في فرق كبير ما بين التشجيع والتعصب. انت متعصبه، انا عارفه. انا عارفه يعني احنا هنجتمع على ماتش النهارده وربنا يستر. يعني ماتش النهارده بتاع السعوديه ده، يا رب كل التوفيق للمنتخب السعودي. يعني انا مثلا انا مش سعوديه، بس لا تتخيلي ماتش السعوديه ده، انا بجد من قلبي لو لا قدر الله حصل حاجه النهارده مش عارفه هيحصل ايه. انا كمان، انا كمان. زي ما شفنا في الفيديو كل حد بيشجع بطريقته، في اللي ممكن يقلب البيت كله ويدغدغ الدنيا، لكن طبعا طبعا زي ما أميرة قالت المفروض الست تكون اهدى. انا عارفه ان الجمله زي دي طالعه مني انا، يعني صحابي مش هيصدقوها قوي، بس هو المفروض فعلا ان الست تكون اهدى، يكون في حماس. بس الراجل في فرق كبير، يعني عمرنا ما نلاقي الموضوع مثلا يتحول لمصايب وكوارث مع الست زي ما الرجاله بيعملوا مثلا. يعني الست مش هتيجي جنب الراجل حاجه في موضوع التعصب ده، ده اكيد. غير كمان ان في حالات بقى اللي بيرمي الشاشه من البلكونه، اللي بنسمع عن ناس بيموتوا بسكته قلبيه وهم بيشجعوا، اخوات بيتخانقوا مع بعض علشان ده بيشجع فريق وده فريق تاني، اتنين متجوزين تلاقي الست واخده جنب كده ومستخبيه. بتستخبى والله بجد، في ستات بتستخبى خوفا من نتيجه الماتش. ايوه صح صح مظبوط. طيب خلينا كمان عايز اقول لك يا اميره انه التعصب زي ما احنا بنقول اللي هو حاجه، بصي اللي انت بتقولي عليه ده، كل ده، كل مراحل التعصب اللي انت اتكلمتي عليها دي، انا اقدر اقول انها عاديه جدا جنب الحاله اللي انا بجد وقفت مصدومه وانا بقراها وبسمعها. ايه بقى دي حاله تعصب؟ انا متهيألي يعني هي تعصب على 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 ظلم، على كل حاجه. بيقول لك في 2013 كان في حادثه حصلت في انجلترا، شغلت الراي العام كله هناك. حد من المسؤولين اصدر حكم ضد متهم غير عادل، يعني تخيلي قاضي يحكم ضد حد بتحفز ضده جدا، ولما رجعوا سالوه ايه السبب اكتشفوا ان اللي اصدر الحكم ده كان بيشجع فريق نيوكاسل والمتهم كان بيشجع فريق ساندرلاند. وقبلها باسبوع ساندرلاند كان كاسب فريق، الفريق بتاعه ده صفر، والفريق صفر والمسؤول 3-0، فقرر انه يعاقبه على هزيمته بالتهمه دي. يعني انتوا متخيلين؟ طبعا في النهايه المسؤول ده توقف، ودي اقل حاجه لان هو ظلم وافتراء، بس كان صدمه. يعني انت متخيله الراجل ما قدرش يتحكم في مشاعره بجد ويفصل ما بين تشجيعه للكوره وحياديته في شغله، ومش اي شغلانه، يعني دي شغلانه حالفين عليها ومحتاجه ضمير وكده. فالتعصب عند الرجاله مش كل الرجاله بس، علشان ما بيوصل لابعد حدود بصراحه، لكن الست عاقله، ست البنات كمل كده. يعني انا مش عايزه اتكلم عن الموضوع ده طبعا. يعني هو بكل الاحوال ست او راجل، يعني كيس زي اللي انت بتقولي عليها دي، ان حد يدخل الكوره في شغله، في قضاء، ده قضاء، ده حكم قضائي. لا ده كده مش تعصب، ده موضوع واصل لقله ضمير، واصل لفساد، واصل لحاجات كتير. ده معناها ان انت ممكن تدخلي كمان المعتقدات الدينيه في شغلك، ممكن تدخلي حاجات كتيره قوي، وده يعني مش اكتر حاجه بالنسبه لي، مش اكتر حاجه صح. لا احنا نشجع كوره، ونشجع كوره من قلبنا قوي 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 قوي، عشان دي كوره، عشان الكرة أساسها الجمهور. لكن الكرة بتدي متعة كبيرة قوي 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 للجمهور وللعيبة. لعبة رياضية لازم يكون فيها كسبان وخسران، وفي نفس الوقت لازم يكون فيها روح رياضية. يعني نشجع ونتفاعل مع فرقتنا ونهيص ونفرح وقت المكسب، ونزعل ونعيط وقت الخسارة. وده أنا لما الأهلي بيخسر، يعني عمري ما هنسى في ماتش من الماتشات كان بره مصر، قعدت على الرصيف اعيط لما الاهلي خسر، ما كنتش قادره اقوم، يعني لانه كان ماتش بطوله. كل حاجه ليها حدود وقتها، بس بعد ما الماتش خلص خلاص كل حاجه خلصت. لعيبه الكوره نفسها بعد ما بتخسر ماتش بيروحوا بيوتهم وكل حاجه بتخلص. التعصب الرياضي بيعتبر من اخطر الظواهر اللي ظهرت في كل المجتمعات على اختلافها وانواعها. كلنا لازم يكون عندنا فكره تقبل الراي الاخر والخساره، ندعم فريقنا انه يقوم تاني ويكمل زي ما بندعمه في المكسب،
ويحسسنا اننا في قمه سعادتنا سواء بمكسب مباراه او بطوله. بالذات يا هند برضو في نقطة مهمة قوي لازم بجد، بحس فجأة أني أم، قلبت أم أنا أم، إن الأطفال يعني لازم نخلي بالنا كويس جدا إن ولادنا بيشوفونا وإحنا بنتفرج على الماتشات، وإحنا بنتعصب وبنتنرفز ومتضايقين وبنكسر وبنزعق. تربية الأطفال في جو مشحون بالتعصب ده وتعودهم إن التشجيع للفريق لازم يكون بالتعصب وإن رأيك هو اللي يمشي، مش هيتقبلوا رأي الآخر خالص. هتلاقيه بعد كده علشان يعبر عن اي حاجه جواه مضايقاه هيتعصب وهيعلي صوته وهيكسر وهينرفز. فلازم يكون في ثقافه رياضيه ونفهم ولادنا المعنى الحقيقي للتنافس الرياضي عشان نطلع ولادنا فاهمين ان دي لعبه حلوه ونشجع فريقنا بقوه جدا وضمير وكل حاجه، بس من غير تعصب، من غير ما ياثر على نفسنا، على نفسيتنا وعلى مزاجنا وعلى صحتنا. يعني بعد الماتش هتخلص الماتش في فريق خسران ماشي، بس مش لازم عكنن على البيت كله، مش لازم الست تبقى قاعدة شايلة هم نتيجة الماتش تقعد تدعي. والله بشوف ستات يا ربك ماتش يكسب يا رب يكسب، هي ممكن ما يكونش ليها خالص في الكورة، يا رب الأسبوع يمشي كويس، هي خايفة من النكد اللي هتشوفه. فيعني يا رب ده يتغير ويبقى الرجالة كده حلوة وبتعمل مود حلو في البيت الدنيا تبقى لطيفة، مش قادرين على المشاحنات اللي بتحصل دي، كفاية المشاكل اللي بتبقى في البيت، يعني نخلي الكرة تبقى حاجة لذيذة. صح مظبوط عندك حق، يعني بالرغم من انه انا هوري عيالي يعني ايه التعصب من وانا صغيرة. يعني بالرغم ان انا صوت الجمهور من اكتر، يعني زي بيقولوا بالنسبه لي مزيكا كده واحنا في الاستاد كده والناس بتهتف، لكن في مثلا بيبقى في قهوه او في كافيه او حاجه جنب البيت تسمعي صوت الرجاله وهو بيشجع بيجيب اخر الدنيا ومش عايزين يسمعوا صوت حد تاني، ويا سلام لو حد عدى بس من قدامه كده وهو بيتفرج على الماتش. والست زي ما انت قلتي بتبقى مجبره ان هي تتعامل مع كل ردود الافعال دي بنفس الطريقه، مع انها ممكن تكون مش فاهمه ايه اللي بيحصل. وكمان بتلاقي الراجل بيسيب كل اللي وراه واللي قدامه، يلغي مواعيده ويلغي شغله يلغي مشاوير البيت علشان الماتش، ويجي بقى لو مثلا البيت محتاجين حاجه يقول لها بكره. طبعا يعني بالرغم من انه انا برضو بعمل ده، يعني مش هكذب عليكي انا برضو بعمل ده، بس يا ريت ما نعملوش، يعني ده مش حاجه صح. هنرجع ونقول تاني، هدف وجود الرياضه هو اصلاح البني ادم، هو سلوك احسن. فخلينا نحاول على قد ما نقدر نخلي الهدف بتاع الرياضه نخليه موجود في حياتنا ونشوف. بالظبط، كلنا بنتمنى ان احنا نستمتع بالكوره، لكن موضوع التعصب الكروي ده ان شاء الله يختفي تماما من حياتنا سواء ستات او رجاله، علشان خطره على صحتنا، حد ضغطه يعلى، حد اي حاجه. عشان تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع معاكم نكمل حلقتنا. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، لكن في الأول هنروح للقاء مع الأستاذ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي في مؤتمر الصحفي الخاص ببنك أبو ظبي والنادي الأهلي. كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان بعد انتهاء حفل توقيع عقد الشراكة ما بين النادي الأهلي وبنك أبو ظبي الأول مصر. يسعدني يكون معايا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. دكتور سعد يعني ألف مبروك، يعني الأسبوع الماضي كان توقيع العقد مع اتصالات مصر والنهاردة مع بنك أبو ظبي الأول مصر. أعتقد يعني زي ما قلت كده في قبل الحفل إن الكبير دايما ما يجذب الكبار، ودايما أهداف النادي الأهلي واضحة وبسم الله ما شاء الله ميزانية بتتخطى يعني 3 مليارات. يعني شايف كل النجاحات ازاي دي والهدف النهاردة من التعاقد مع كل الكيانات الكبيرة؟ النهاردة هذا الحدث في الحقيقة اللي كان موجود امبارح كان في جزء بيشارك اليوم اللي احنا بنحتفل بيه الشراكة الاستراتيجية مع بنك ابو ظبي الاول مصر مع النادي الاهلي في البنك بعنوان البنك الرسمي للنادي الاهلي. خلينا نقول ده ايه علاقته بامبارح وايه علاقه النهارده بالامس بالجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه في الحقيقه امبارح كانت بتعتمد اكبر ميزانيه 3 مليار و87 مليون زي ما كابتن محمود ذكر في كلمته، وقال ان دي بتحقق فائض كمان بيقترب كثيرا من 150 مليون جنيه، ودي كلها عمليات ماليه وقوه اداء مالي، وبالتالي ده بيحتاج معاك شركاء استراتيجيين من قطاع الخدمات البنكيه، لان النادي الاهلي عنده مجموعه من الخدمات البنكيه بتتم على ارضه كل يوم، على أرضه كل يوم في الملعب الإداري بتاعنا. عندنا جدول رواتب هو الأضخم ما بين كل الأندية المصرية، عندنا أيضا عقود تجارية محتاجة عمليات بنكية تتدفق
بتتدفق عبر حسابات بنكية منتظمة. عندنا أيضا مكافآت نهاية الخدمة لجهاز وظيفي هو الأكبر أيضا ما بين الأندية المصرية والأفريقية. مش بس عندنا بس كده، لا ده عندنا كمان نظم دفع مختلفة جوه النادي الأهلي، تقدر تسدد اشتراكاتك، تقدر تسدد رسوم العضوية بتاعتك، تقدر أيضا تشترك في العضوية الجديدة اللي موجودة في التجمع، اللي موجودة في الشيخ زايد، اللي موجودة في المقر الرئيسي في النادي الجزيرة ومدينة نصر. دي كلها عمليات مالية تحتاج أيضا خدمات بنكية متميزة، وبالتالي في استثمار مشترك ما بين النادي الأهلي وما بين بنك أبو ظبي. يمكن الكابتن محمود النهاردة مع الأستاذ محمد عباس رئيس مجلس الإدارة بيحطوا مفهوم جديد للرعاية. إحنا مش فعل خير، الرعاية ليست فعل خير وليست إنك تتلقى أموال دون أن تسدد مقابل أو تكون لعلامتك التجارية قيمة داخل السوق. إحنا علامتنا التجارية الحمد لله، عشان ده اللي بيخلي النادي الأهلي دايما هو اللي يبقى في المقدمة وقيمة عقود الرعاية، لأنه لديه فهم مختلف للرعاية. أنت النهاردة معاك رعاة وشركاء استراتيجيين بيبصوا على العائد على الاستثمار، الأهلي فاهم ده كويس، وده كان واضح في كلمة الأستاذ محمد عباس وكلمة كابتن محمود. هم بيفتخروا بأن البنك واحد من أكبر الأصول المالية في منطقة الشرق الأوسط، وإحنا النادي الأهلي بنفتخر بأن إحنا أكبر الأصول المالية في القارة الأفريقية. فعندما تتلقى الأصول الكبيرة وإحنا عندنا أهم أصل وأعظم أصل يبحث عنه الجميع للاستثمار فيه هو جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وجمعيته العمومية الموقرة. ده أكبر أصل يمتلكه النادي الأهلي، ومحدش هيقدر يمتلك أصل زي أصل النادي الأهلي، لأن زي ما احنا شفنا النهاردة لغة الاقتصاد هي اللي بتتكلم. فأنت عندك النهاردة اللي هم العملاء بالنسبة للبنك وهم بالنسبة لنا الجمهور. ويمكن أنا كنت حريص في توضيح ده خلال المؤتمر الصحفي، في خلال الأسئلة اللي كانت بتجنة، احنا بنمتلك عندما تبحث عن الفوز فيكون العنوان هو النادي الأهلي، وعندما تبحث عن الربح فيكون بنك أبو ظبي هو العنوان لجماهير النادي الأهلي، والفوز والربح هم المكسب. فالمكسب في الرياضة تحت مظلة النادي الأهلي إن شاء الله. دكتور سعد، استكمال كلام حضرتك وارتباط الاقتصاد بالرياضه، جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش، وزي ما قلت حضرتك في كلمتك لما بتتعاقد مع نادي ما بتتعاقدش مع نادي واحد، انت تضطر تتعاقد مع اربع انديه، لان النادي الاهلي بفروعه المختلفه بجمعيته يعني بعائله النادي الاهلي الكبيره. اعتقد جمعيه العموميه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي مستنيين منكم كتير، خاصه انكم عودتونا دايما على الانجازات. يعني زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، ده طبعا كان جزء رئيسي في عنوان كلمه كابتن محمود. حطينا بلان لبكره، احنا بكره عندنا مهمه جديده، ان احنا عندنا نفقات ضخمه جدا جدا، زي ما احنا عندنا ايرادات ضخمه عندنا التزامات ضخمه تجاه فرقنا الرياضيه، تجاه اعضائنا الموقرين اللي احنا محتاجين نوفر لهم خدمات في اربع مقرات رئيسيه كل مقر فيهم يعادل اكبر الانديه. فده طبعا بيلقي علينا اعباء اضافيه وجهد اضافي، ان احنا عندنا كل يوم حلول جديده وافكار جديده لتوليد مصادر تمويل جديده لخدمه اهداف جماهيرنا الذي لا تنتهي. انت ما بتلعبش غير على مركز اول، ما بتشوفش غير المركز الاول، وبالتالي انت النهارده محتاج كل يوم عندك تدفقات ماليه من مصادر جديده انت بتبتكرها. عشان كده دايما الاهلي القمه، اسمع على مسمى. شكرا لسعد، بنشكركم على كل المجهودات اللي عاملينها اللي احنا بنفخر بيها، وبنتمنى لكم دايما دوام التوفيق. شكرا يا استاذ محمد. تاني حاجه مشرفه جدا، لكن خلونا كمان نروح للقاء استاذه مريم السمني رئيس قطاع التجزئه ببنك ابو ظبي، نرجع لحضرتك. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا توقيع العقود ما بين النادي الاهلي وبنك ابو ظبي الاول المصري. يمكن معي في هذه اللحظات السيده مريم اللسمني رئيس قطاع التجزئه والخدمات المصرفيه طبعا في بنك ابو ظبي الاول المصري. اكيد برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه عايز اتكلم طبعا مع حضرتك النهارده عن الحدث توقيع العقود ما بين بنك ابو ظبي وطبعا النادي الاهلي. يعني مؤتمر زي ما شايفين يعني تنظيم على اعلى مستوى، حاجه تليق باسم النادي الاهلي واكيد بنك ابو ظبي الاول مصر. اهلا بيكي، اهلا، مساء الخير. احنا كنا البنك كنا اعلنا من فتره قصيره اني عن الشراكه اللي بيننا وبين النادي الاهلي، دي شراكه احنا فعلا فخورين بيها، والنهارده اللي شفناه مع بعض التوقيع اتفاقيه مع بعض لمده اربع مواسم.
بصراحة يعني ده شراكة استراتيجية جدا بالنسبة لنا احنا كبنك ابو ظبي الاول مصر، لان طبعا النادي الاهلي غني عن التعريف وغني عن مكانته في السوق المصري، وشايفين ان ممكن زي برضو ما سمعنا النهاردة ان ممكن احنا الاثنين مع بعض نقدم حاجات، يعني نقدم نقول نمو مستدام مع بعض. اللي شفناه برضو يعني طاقة إيجابية يعني عالية جدا، وكلنا مبسوطين جدا وفخورين بهذه الشراكة. طبعا أنا عايز أسأل حضرتك كمان على الحاجة ممكن تكون بتخص أو بتهم جماهير النادي الأهلي وأعضائه، وهي الخدمات اللي أنتم إن شاء الله هتوفروها لأعضاء النادي الأهلي وجماهيره، وكمان لو في خدمات إن شاء الله يعني كتطوير في فروع النادي الأهلي الأربعة، وكمان فرع التجمع الخامس اللي هو خلاص على وشك إنه يتم افتتاحه الفترة القادمة. احنا حاليا في المرحله ان احنا بنحط الخطه مع بعض مع النادي الاهلي، عندنا حاجات كتيره جدا بنفكر فيها، سواء كانت خدمات مصرفيه، قروض، كروت، حسابات بنكيه، فروع نعملها مع بعض، تسويق مع بعض، يعني كل حد يعني كل نقول النادي الاهلي عنده الحاجات اللي بتميزه، والبنك برضو عنده الحاجات اللي بتميزه، الأصول دي مع الأصول دي مع بعض نطلع نقول أقوى. وإحنا في البنك بنقول النجاح بيبني نجاح، النادي الأهلي طبعا النجاح بتاعه مش محدش يقدر يعني مش يعني كلنا عارفينه، فمع بعض عايزين نطلع بنجاح أكبر. فزي ما بقولك عندنا خطة شغالين عليها مع بعض بحيث أن احنا نقدر نقدم خدمات كتيرة جدا للأعضاء وللنادي نفسه. حضرتك تقول لنا مثلا خدمه من الخدمات مثلا لاعضاء النادي الاهلي بالاخص؟ لسه مش فاينل، عشان كده مش قادره اقول لك حاجه يعني لسه، فخليها بقى خليها كده عامه يعني. كمان الفرق الرياضيه في النادي الاهلي مش بس كره القدم، كمان الفرق الالعاب الاخرى سواء لعبه كره القدم، سوري عفوا يعني الكره الطايره، كره السله، وكره اليد. حضرتك كمان ايه الخدمات اللي تقدروا توفروها ليه يعني كل الفرق دي بجانب طبعا الفريق الاول لكره القدم؟ احنا الخطه زي ما بقول لحضرتك اللي هنضعها مع النادي الاهلي هخطها لجميع الفرق ولجميع اعضاء النادي وجميع الاعمار على فكره، مش بس الاعضاء العضو العامل، لا كمان عندنا حاجات هنقدمها بنقول للناشئين او الصغيرين في السن يعني. فان شاء الله قريب نقدر نكلمكم اكتر عن تفاصيل هذه الخطه، لكن عندنا مشاريع ان شاء الله يعني هتنبسطوا بيها. وبكده وصلنا دلوقتي معاكم لفقرة الاستوديو التحليلي النسائي، واللي بنقدمه لأول مرة على شاشة قناة الأهلي، واللي هيكون تحت مسمى الستات والكورة. امبارح كان في أربع منتخبات حسموا صعودهم لدور 16 في بطولة كأس العالم، وهم هولندا والسنغال في المجموعة الأولى، إنجلترا وأمريكا في المجموعة الثانية، وبكده هولندا هتتقابل في دور 16 مع المنتخب الأمريكي، أما السنغال للأسف فهتصطدم بمنتخب إنجلترا علشان نشوف مباراة صعبة جدا. والنهاردة برضو يا هند هيكون معانا ثلاث منتخبات هيصعدوا لنفس الدور، الدور ال 16 بعد ضمان تأهل المنتخب الفرنسي. هتكون ماتشات النهارده قويه جدا جدا وليها حسابات خاصه وملعبكه شويه في منتخبات لان في منتخبات محتاجه تكسب علشان تصعد، ومنتخبات محتاجه تتعادل عشان نقطه واحده بس، علشان نعرف ونحلل معاكوا كل حاجه حصلت لحد النهارده في كاس العالم. معانا ومنورانا ضيفتنا شيماء عادل الناقده الرياضيه، هنعرف منها كل حاجه. اهلا بيكي شيماء، منورانا النهارده. اهلا بيكي وشكرا على الاستضافه. في البدايه بس ابارك للنادي الاهلي على عقد الرعايه، وده بيثبت ان احنا النادي الاكثر جماهيريه والنادي اللي جميع الرعاه بتبقى حابه ان هي تكون تتعاقد معاه اكثر طبعا شعبيه، وعندنا اكثر فروع. مبروك وان شاء الله من تقدم. اكيد اكيد كل يعني كل الدعم للنادي الاهلي، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره على عقود الرعايه الجديده. خلينا بقى نبتدي كده، انه بما انه فاضل خلاص 3 ايام ودور المجموعات يخلص، قولي لي كده من الاول كده، شايفه كاس العالم السنه دي، كاس عالم قطر السنه دي من وجهه نظرك؟ كاس عالم قوي جدا من الناحيه الفنيه، وده لان التوقيت كمان كان يا هند مهم قوي السنه دي، لان دايما كاس العالم كان بيتلعب في نهايه السيزون بعد ما بيكون السيزون خلص، فاللعيبه كانت بتبقى مرهقه ومعظمها مصابه، لكن السنه دي انت بتلعبي يعتبر في بدايه السيزون، فاللي جاي عامل تاهيل كويس، لعب مباريات قويه مع الفرق بتاعته، فطبيعي ان انت تشوفي اللعيبه فت، الكل فايق، فالمستوى الفني عالي. كمان في غزاره تهديفيه موجوده في المونديال السنه دي، اعتقد لو كملنا على
الطريقه دي هيكون من افضل يعني افضل كاس عالم جه يمكن من فتره طويله جدا ما شفناش الجرأة دي حتى عند الفرق الصغيره. كنت لسه اقول لكم في فرق صغيره عملت اداء يعني مفاجئ للجميع. انا بقول ان شعار كاس العالم السنه دي اللي هو ما تخافش بالظبط، اركن تاريخك واركن نجومك وانزل الملعب هو الفيصل، ما فيش شيء متوقع بالظبط. صحيح. ونقدر كمان يا شيماء نحدد دلوقتي ايه المنتخبات اللي كانت باديه بدايه مميزه جدا واثبتت نفسها في المونديال، كلميني. يعني المنتخب الفرنسي لا جدال عليه، انت جايه مع بطل كاس العالم يعني طبيعي في ناس متوقعه كده ان هو ده هيكون كويس فبالفعل كويس، وفي طبعا العكس يعني الارجنتين طبعا الارجنتين كانت العكس بالنسبه لنا طبعا مع تالق المنتخب السعودي، وان شاء الله يا رب التوفيق يكون حليفه النهارده قدام المكسيك. كمان عندك البرازيل يعني ده شيء كان اساسي متوقع ان هي هتكون كويسه وبالفعل هي كويسه، الا انا عكس الطبيعه الكونيه انا ما بشجعش البرازيل بالمناسبه فعلا. والله ما اعرفش ليه يعني العالم كله بيشجع البرازيل الا انا لا، انا دايما بميل اكتر مثلا لايطاليا مفتقداه جدا في كاس العالم، بشجع البرتغال طبعا عشان خاطر كريستيانو رونالدو الحقيقه يستحق يعني ده اخر لا هنتكلم في الموضوع يعني ده هنسالك سؤال لكن ده من كمان اسبانيا طبعا مع لويس انريكي عاملين شغل هايل جدا المدرب بتاعهم، في فرق كتيره لا التوقع بتاعها ماشي مع المظبوط مع اللي هو المفروض هيكون كويس، هم من المنتخبات دي انجلترا طبعا ماشي بشكل كويس جدا، في منتخبات كانت مفاجاه بالنسبه لي اكيد هنتكلم عنها دلوقتي يعني. صحيح. حلو قوي. عايزين بقى بما انك اتكلمتي عن كريستيانو وانه ده اخر كاس عالم لكريستيانو رونالدو، شفتي الازمه بتاعت اخر جول ليه واحتسابه وعدم احتسابه ليه، انت من وجهه نظرك كده شايفه مين؟ انت اصلا الاتحاد البرتغالي عمل ايه؟ يعني لكن تخيلي انت عندك اثنين برونو وعندك كريستيانو الاثنين في المنتخب مع بعض والاتحاد يقف في صف في كريستيانو، الاتحاد مش بيبص لان الهدف مش هيفرق مع برونو بس هيفرق جدا في الاعداد القياسيه اللي بيعملها كريستيانو. صحيح. وحقيقي مش هيجي للبرتغال لاعب زي كريستيانو على مدار سنين كتير قدام جايه طبعا الله اعلم، بس يعني في المجمل من اللي احنا شايفينه ارقامه يعني مفيش مرعبة. هو انا بشوف اسطوره اللعبه مرعب حقيقي بالارقام، فهو كل ده البرتغال بتعمله علشان يبقى هي ليها الصداره كاسم البرتغال من خلال كريستيانو. انا شايفه ان هي طبعا اديدس هتقول لك ان هي ما لمستش لان هو مش ماضي عقد معاها، لكن ما اعرفش يعني حقيقه هم طلعوا بيان انه خلاص الهدف باسم برونو، وحقيقه كان هو رجل مباراه بامتياز يعني هو كان عامل شغله كويس جدا مع المنتخب البرتغالي. صح يعني معك. اعتقد موضوع شركه 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 صانعه الكوره اعتقد ان الدنيا ما بتمشيش انه هم ماضيين ولا لا، يعني انا من وجهه نظري انه الكوره معموله بتقنيه فيها سنسرز الناس قالوا ان هي ما اتلمستش، ولو في صور معينه بزوايا معينه بتقول ان فعلا الكرة لمسها شعر كريستيانو من زاوية معينة. بس ما تقدرش تنكري برضو ان الاعلانات والعلامات التجارية طبيعي انها تكون بتح يعني خلاص بقينا بيزنس قوي، الكرة ما بقتش يعني انتماء ولا انا بحب فلان على حساب، لا البيزنس بيحكم. اديكي شايفة احنا النهاردة عقد الرعاية لو ما كانش النادي الاهلي هو الاكبر والاكثر شعبيه واكثر عدد بطولات ما كانش الرعاه هيجوا يتعاقدوا مع النادي الاهلي ابدا يعني. طب نروح بقى معاكي للمنتخبات العربيه. احنا مشارك معانا اربع منتخبات، قطر وتونس والسعوديه والمغرب. للاسف طبعا قطر خرجت واتجلدت من اول، عايزه اتكلم معاكي في الموضوع ده. وتونس لسه فاضل لها ماتش بس يعتبر خرجت برضو طبعا. والسعوديه عندها امل النهارده والمغرب صعدت. شفتي ازاي كل فرقه من الفرق ومين خضك ومين ما كانش متوقع؟ يعني كلمينا عن مشاركه الفرق العربيه. كان متوقع بالنسبه لي قطر انها يعني هتخرج، كان متوقع انها ليه لان ما كانش في يعني بس بالارقام القياسيه دي هي اول بلد مستضيف تخرج من كل كاس العالم بس مباراه افتتاحيه ارقامها كلها قياسيه بالسالب. بس تعالي بصي مجموعه قطر، المجموعه اللي كانت بتلعب فيها قطر هولندا مثلا هولندا حاجه صعبه جدا يعني وهي برضو حظها كان سيء. انا قصدي ان هي كانت في مجموعه صعبه جدا بس ده كاس العالم يا اميره يعني صح. الكل قوي لو ما كنتش قد كاس العالم يبقى السعوديه مثلا معاها الارجنتين، هل السعوديه كانت تتوقع السعوديه مدرب عامل ازاي الاعداد في الدوري السعودي؟ لو تتابعي الدوري السعودي هتعرفي ان الدنيا في السعوديه اختلفت تماما جدا تماما. الكوره السعوديه على مستوى المحترفين على مستوى المدربين يعني لا المدرب الفرنسي بالنسبه للمنتخب السعودي عمل طفره. انت دلوقتي لاول مره بتقولي ايه ده المنتخب السعودي بيكسب الارجنتين وهو يستحق ان هو يكسب. المباراه الثانيه كان حظه سيء فيها علشان كده خسر، النهارده قدام المكسيك عنده فرصه انه يدخل التاريخ من اوسع ابوابه. فلا في اعداد، ما انت بصي الخلفيه جايه منين، الدوري القطري كل الموجودين فيه
برضو مش على نفس قوة الدوري السعودي. الدوري السعودي بتصرف فيه فلوس كتير. يمكن قبل ما ادخل كان في خبر ان كريستيانو رونالدو احتمال يوقع للنصر السعودي، انا مش مصدقه يعني، بس بعقد فلكي اللي هو 200 مليون يورو. بس الدوري السعودي يقدر انه يجيب يقدر يجيب بس هل عقلية كريستيانو اللي هو كان بيحارب واتخانق في مانشستر يونايتد عشان يمشي وعشان ما كانش بيلعب دوري الابطال وعشان الكرة الذهبية وكل ده، هل هيوافق ان هو ينهي حياته في الدوري السعودي؟ يعني انا على نفسي قبوله او رفضه هي دي اللي احنا ممكن نختلف عليها، لكن هل الدوري السعودي يقدر ولا يقدر؟ طبعا ماديا يقدر. عرض على كريستيانو رونالدو عرض زي اكيد اكيد. المغرب ما اعرفش ليه انا كنت متوقع لها الصعود، يعني المغرب بالظبط انا بحس يعني هي ماشيه على خطى حتى في اللعب. المغرب تحسي فرقه بتحب تهاجم في لعبها، كل لعيبه الكوره بتاعتهم اقرب، يعتبر اقرب للعيبه الاوروبيه على مستوى عالي جدا، فانا كنت حاسه ان المغرب هتعمل حاجه. كلامك مليون في المية صح. عارفه ليه بقى يا اميره؟ تعالي شوفي فريق المغرب. اولا وليد الركراكي عايزه احييه لانه قدر يتعامل مع نجوم على مستوى البدني، على مستوى التكتيك في الملعب، على مستوى النفسي. راح جاب مثلا حكيم زياش نجم تشيلسي، جاب مثلا نصير ويوسف النصيري كمان على مستوى الهجوم. بس انا لو تقولي لي مين احسن واحد في المغرب اقول لك سفيان امرابط. ليه؟ لان سفيان ماسك نص الملعب، محدش بيعدي. هو اعتقد ان هو اهم المراكز نص الملعب. طبعا ده لو نص الملعب دلوقتي هو بيتحكم نص الملعب ده ماسك مركزه صح، بيسهل على اللي قدامه وبيسهل كمان على اللي وراه كلهم. انا اتوقع ان هو هيتنقل من فيورنتينا الايطالي بعد كاس العالم، بعد كاس لانه لا بيقدم مستوى اكتر من رائع. طبعا معاكي اشرف حكيمي، بس دول نجوم اوريدي معروفه. لكن المدرب المغربي وليد قدر ان هو يغير. دايما المغرب كانت بتشارك وبتلعب حلو وبتخسر بالزبط. لا المره دي بتلعب بواقعيه، يعني هو بيبقى نازل عارف هو عايز ايه من الماتش، امتى هيدافع، امتى احيانا بتشوف المغرب سايبه الاستحواذ شويه بس بيعرف يمسك زمام الامور ويرجع يعمل الخطه الهجوميه مره ثانيه. فلا طبعا المغرب هو الحصان الاسود بالنسبه لي، واتمنى ان شاء الله يعني يوصل للمربع الذهبي، لانه حقيقي من بيقدم مستوى طيب جدا، يمكن افضل مونديال شفته للمغرب فعلا. بالكلام بقى عن المنتخبات الافريقيه، احنا عندنا السنغال صعدت بعد ما فازت على اكوادور 2-1، وغانا لسه عندها ماتش مع اوروجواي مع 3 نقط. انا عايزاك كده تكلميني، وفي كاميرون كمان، تكلميني عن المنتخبات الافريقيه من وجهه نظرك، شايفه مين في اللي ما صعدش ممكن يصعد، اللي صعد شايفه مشواره هيبقى عامل ازاي؟ خاصه كمان ان قدامها ماتش صعب قدام البرازيل. كاميرون، انا شايفه ان الكاميرون السنه دي يمكن ما كانتش مستعده بشكل كويس. الكاميرون ما كانتش هي دي الكاميرون الخطيره اللي احنا كنا عارفينها او بنشوفها حتى في كاس الامم الافريقيه. لا الامور ما كانتش ظابطه مع الكاميرون السنه دي. لكن لما تشوفي غانا، شوفي مدرب غانا راح عمل ايه، جاب لعيبه ناشئين صغيرين بيحملوا جنسيات حتى مزدوجه مع الجنسيه بتاعت غانا، قدر يجمعهم. متوسط الاعمار عندهم 25 سنه، فانت بتلعبي بفريق صغير يعتبر شباب. اداهم الفرصه، عشان كده غانا بتلعب ماتشات قويه جدا. يعني ماتشها مع كوريا كان ماتش قوي جدا 3-2. لا في حماس، في طريقه هجوميه، بيعرف امتى ينقل من خط الدفاع للهجوم للباكات، بتشتغل مع الاجنحه. فغانا عامل شغل. السنغال طبعا تستحق ان هي السنغال طبعا تستحق. يمكن حظها سيء ليها في دور ال 16، هيكون عندها مواجهه قويه في دور ال 16، لكن اعتقد ان لا السنغال كانت فعلا من تستحق. وانا نفسي بقى الافارقه طالما احنا خلاص وصلنا لدور ال 16 نعدي، ما تخافش بقى نمشي خطوه. انت كده كده متوقع انك هتخسر، خلينا نكون على ارض الواقع. لما هتقابل الفرق دي متوقع انك تخسر، يبقى انزل ما عليكش اي ضغط. والله كسبت يبقى انت عملت معجزه، ما كسبتش ما انت كده كده ما كنتش متوقع انك تكسب. انا حقيقه حزينه، بس عايزه اتكلم على تونس. تونس لغز لغز بالنسبه لي. بالنسبه لي جلال القدري هو نقطه ضعف كبيره جدا جدا في المنتخب التونسي. يعني لما يكون عندك واحد زي علي معلول، وانا مش بتكلم عشان علي اهلاوي بس عنده النزعه الهجوميه وعنده خبره. أيوة وعنده طبعا الخبرات دي كلها، ولاعب دولي بقاله فتره طويله، وانت تركنه على الدكه. سيف الجزيري احسن بكتير في الهجوم، مش قادر يستغل هو نقطه ضعف. طبعا انت عارفه ان هو كان جاي كمدرب يعني احتياطي، وواضح ان هو ما تخلاش عن فكره ان هو احتياطي. يعني في دايما اللاعب اللي بيقعد بيقول لك على الدكه بيريح شويه، يعني مدرب مريح جدا. نقطه ضعف كبيره للمنتخب التونسي، كان السنه دي يقدر ان هو يعمل حاجه، لكن الحقيقه ما قدرش. فرحه بالتعادل في الماتش الاولاني، نزل اتغلب
في الماتش الثاني، فطبعا في نقطه ضعف كبيره جدا عند المنتخب التونسي، والحقيقه هو ما كانش واضح انه مستعد على المستوى الفني كمان. المدرب بعيد جدا، اختياراته كانت ضعيفه في الملعب، ما عندوش اي حلول، دايما بيلتزم بالدفاع، وخلاص بقى فكره انك تنزلي الدفع دي اتلغت، ما بقتش موجوده. يعني معظم المنتخبات بقت بتنزل تهاجم وما بقتش تخاف. طيب الكلام عن تونس، احنا عندنا ماتش تونس وفرنسا وعندنا السعوديه والارجنتين، عايزاكي كده تقولي لي السعوديه اسفه والمكسيك. عايزاكي تقولي توقعاتك لماتش النهارده بتاع السعوديه والمكسيك وماتش تونس وفرنسا. لا فرنسا هتكسب طبعا، رغم ان هو هيريح 5-6 مثلا من اللعيبه الاساسيه، هو قال كده في قالك ان انا هريح اللعيبه الاساسيه، يعني امبابي وهيريح كتير من اللعيبه، ولكن بالمستوى التونسي لا، مش فكره ان فرنسا قويه، فكره ان المستوى ضعيف، ده ضعيف وده قوي قوي بالظبط، يعني كده فالاثنين مع بعض طبعا النتيجه اكسبكتد. اتمنى من قلبي المنتخب السعودي، على الورق المنتخب السعودي امكانياته اعلى من المنتخب المكسيكي، لكن في لعنه الاصابات اللي هي لما بتمسك فريق، واحنا طبعا اكتر ناس اكتر فريق عندك كويس جدا في الاهلي، فلا يعني اتمنى ان هو يكون عنده حلول، بس ان شاء الله ان شاء الله المنتخب السعودي النهارده هيعمل نتيجه كويسه باذن الله. طب شايفه ازاي وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب سن صغير ولاعبين سنهم كبير بيوصل 39 سنه، بتشوفي ده ازاي؟ ده ميكس كاس العالم، هتشوفي كده، هتشوفي زي ما كاس العالم بيقضي على لاعب بيبقى شهاده ميلاد للاعب للاعب جديد مظبوط. فيعني عندك مثلا محمد القدوس اللي هو في غانا، لعيب اياكس امستردام، تعرفي ان هو متخرج من الاكاديميه كانت موجوده هنا في مصر، فاحنا فكره الشباب، طلع الشباب بره حتى لو مش بيلعب في نادي كبير، بس فكرة تكون عندك محترفين. ميزة المغرب ان كلها من اول حارس المرمى لحد الهجوم الكل محترف، عنده لاعب ولا اتنين بس محليين، لكن الباقي كله محترفين، على عكس مثلا عندنا في المنتخب الوطني بتلاقي اتنين تلاتة بس هم المحترفين والباقي لعيبة محلية. لا المفروض احنا نطلع الشباب عندنا اكتر، حتى في الاندية ما ينفعش يبقى لاعب عنده 26 سنة اقول لك اللاعب الناشئ، ما ينفعش، يعني دي اكتر جمله بستغربها جدا، 19 سنه 20 سنه ما افضلش اطلعه في اعاره، لا خليه ياخد الفرصه، خليه يكون هو نجم الفريق عشان حتى تسويقيا بعد كده اعرف اعلي سعره، لو هيجيب لي مليون مثلا لا ابيعه ب 10. فده الفكره اللي بيعملوها المنتخبات الافريقيه، بيطلعوا كل اللعيبه اللي عندهم من خلال اكاديميات وبتلاقيهم بيرجعوا بعد كده للمنتخب نجوم. بس عايزه اتكلم عن منتخب امريكا، ينفع؟ طبعا، لان ده بالنسبه لي كان مفاجاه طبعا بالنسبه لنا كلنا بصراحه، بلد ما بتحبش الكوره ومش مهتميه قوي وبتمشي ببطء جدا في مجال، بتلاقيها منتخب هايل. استني قبل ما نتكلم عن امريكا، بس قبل ما نعدي تونس، علي معلول هيلعب النهارده اساسي في تونس بعد ايه؟ فهو طبعا بعد ايه؟ بعد ايه؟ يعني بعد ايه عندك علي معلول؟ دي حاجه تجنن، عندك علي معلول قعدوا على الدكه ليه؟ حاجه غريبه فعلا، حاجه غريبه، لانه لعيب عنده خبرات كبيره جدا جدا، رجله في الملعب زي ما بيقولوا، فمش يعني مش ده اللعيب اللي يقعد على الدكه. الهجوميه علي وبيقعد لمين؟ خطير. وبيقعد لمين على الدكه؟ دي برده مهمه قوي. هو كان عايز دفاع، هو كان دماغه دفاعيه بحت. منتخب امريكا بالنسبه لي كان مفاجاه، مفاجاه جدا في طريقه اللعب، يعني لا كنت تخيل ان امريكا بتتبع نفس الترند في اللعب اللي بتتبعه فرنسا والمانيا واسبانيا، اللعيبه كلهم اللي هو دلوقتي في ترند في التكتيك الجديد، اللي هو الباك الشمال عندك بتخليه ناحيه الهجوم والباك اليمين بتوقفيه، بيستخدموه في حاجتين، يا اما يبقى سنتر باك في الدفاع ورا، او ان هو ينزل في نص الملعب يبقى ديفندر. وده زي ما قلت لك فرنسا والمانيا واسبانيا بيتبعوا نفس الطريقه. يعني حتى لما بتشوفيهم في الهجوم بتلاقي الباك بتاع الشمال بيطير، التاني واقف، لان استخداماته زي ما قلت سواء الدفاع او في نص الملعب بيعتمدوا اكتر على الكور دي. فان امريكا تتطور لدرجه انها تلعب بنفس الترند اللي بيلعبه المنتخبات الكبيره دي اللي ليها باع طويل في كره القدم، لا. وفي كمان ابن جورج ويا، بصراحه انا من الناس المعجبه جدا بيه، مهاجم خطير سنه صغير ويعني ليه مستقبل كبير. شيماء انا بشكرك، شرفتينا ونورتينا ووشك حلو علينا. يعني النهارده كمان المؤتمر بتاع الرعايه الجديد للنادي الاهلي، شرفتينا وشكرا على كل المعلومات دي. بشكركم جدا. وبكده تكون خلصت فقرتنا، هنطلع فاصل ولسه مكملين حلقتنا. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا معاكم لاخر فقرات حلقتنا الستات بتلعبها صح.
الست اللي لعبتها صح. ومعانا النهارده واحده من اهم لاعبات الجيل الحالي للكره الطايره، هي من القليلين اللي بيلعبوا كره طايره داخل الصالات وكمان كره طايره شاطئيه. مش بس كده، هي بتعتبر من المؤسسين للكره الطايره الشاطئيه للسيدات في مصر. انتقلت للاهلي بعد ما تالقت مع فريقها السابق وادي دجله، ولما وصلت للقلعه الحمراء حصدت معاها كل الألقاب سواء إفريقيا أو الدوري أو كمان الكاس. خطفت أنظار العالم كله في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب التزامها بالمايو الشرعي والحجاب، وده خلاها محط أنظار كل وكالات الأنباء العالمية. تعالوا نشوف مين معانا النهاردة. منورانا طبعا زي ما شفنا كابتن دعاء الغباشي لاعبه الاهلي ومنتخب مصر للكره الطايره، اهلا بيكي ومنورانا في الحريف. اهلا بيكم، انا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده والله. مبدئيا متقامه زينا كده زي اميره. ايوه شويه شيماء كانت متقامه معايا، احنا كل يوم كده الضيف بيبقى متقام مع حد فينا. بعد كده تقولوا نلبس ايه على حسب اللي انتوا لابسينه. دعاء منورانا. مشوارك مش سهل، مشوارك صعب، مش بس لعيبه رياضه وناجحه وكده، بس مشوارك بالحجاب اكيد كان صعب. عايز اعرف البدايه كانت ازاي. انا بقالي يعني بلعب فولي عامه من وانا عندي 6 سنين، يعني انا تقريبا بقالي 20 سنه بلعب فولي. بدات بيج فولي في 2014 مع المنتخب، ودي كانت اول بدايه ليا في البيج فولي في مصر. كانت بطوله افريقيا، وبعد كده تصفيات الاولمبياد كانت مؤهلة لريو. يعني دي كانت أول مرة مصر تشارك بفرقة بنات ونتأهل لأول مرة فريق عربي يتأهل لأولمبياد في لعبة البيج فولي، وكنت أنا أول لاعبة ألعب في حدث كبير زي ده بالحجاب. فطبعا الموضوع كان مختلف شوية، إن اللعبة دي ليها رولز، يعني إن احنا لازم نلعب بالبيكيني. كنت طبعا حاجة مختلفة بالنسبة للرولز بتاعت اللعبة، بس كان يعني ازاي وافقوا؟ يعني ازاي الرولز اتكسرت؟ يعني اكسكيوز بقى كان من دكتور عمرو علواني، كان هو رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. هو يعني عمل لي اكسكيوز للناس المحجبين، وخلاص لحد دلوقتي لسه القرار ده موجود، ان اي لعيب من حقه ان هو يلعب اللعبه اللي هو عايزها ويبقى موجود في كل المحافل اللي هو قدر يوصل بيها بمجهوده باللبس اللي هو يحبه، مش اللي احنا نقرره له. حتى وقتها كان في جمله، رغم اختلاف الثقافات الا ان الحاجه الوحيده اللي بتجمع بين الثقافات دي هي الرياضه. يعني فكل واحد حر في ثقافته، كل واحد حر في لبسه، اهم حاجه كل واحد بيعمل حاجه اللي هو بيحبها. صح بالظبط كده. ايه القريب لقلبك، يعني البيتش فولي ولا الفولي؟ ممكن البيتش فولي شويه، عشان انا قدرت اعمل فيه قوانين جديده، وكنت انا اول واحده اعمل يعني القوانين. يعني النقله جت ازاي؟ يعني انت ابتديتيها ازاي، وبعدين امتى بقى لقيتي نفسك بتحبي اكتر ان انت تكملي في البيتش فولي؟ هو انا كده كده دلوقتي بلعب الاثنين. اوكي. فرهوده قوي. كل اصحابي بيقولوا لي كده. اوكي. فيعني انا بلعب في المنتخب بيتش فولي، وكمان من بعد بقى ما احنا بقينا كويسين وبناخد افريقيا في المنتخب وابطال عرب، بقى في دلوقتي دوري بيتش فولي في مصر. الحمد لله الدوري ده اتعمل 2016، لحد دلوقتي انا باخد اول في الدوري ده الحمد لله. حتى مع النادي الاهلي، حتى ان شاء الله بكره مسافرين عندنا بطوله بيتش فولي، الدوري يعني بتاع البيتش فولي في مصر، وان شاء الله هنلعبه في العين السخنه. هرجع هيبقى عندي ماتشات اندور، ماتش الدوري اهلي وزمالك هيبقى يوم 5، فيعني ما فيش راحه نفس. برجع من هنا على هنا. ايوه احنا هنعرف منك حاجات كتير. لسه مكملين طبعا مع ضيفتنا اللي منورانا كابتن دعاء غباشي، لسه هنتكلم كتير، هنطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه، ولسه بنكمل حوارنا مع ضيفتنا الجميله الكابتن دعاء الغباشي نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر في كره الطايره. الاسئله اللي جايه صعبه شويتين، خلي بالك. اوكي. بحذرك. اوكي. اتفضلي هند. خلينا قبل ما نروح كمان الاسئله الصعبه، عايزه الناس تعرف الفرق بين كره الطايره الشاطئيه والصالات. ايه الفرق بين دي ودي؟ يعني هو تقريبا نفس اللعبه، بس بنختلف في الرولز شويه، ودي 6 لعيبه والبيتش فولي 2 لعيبه بس. فطبعا زوجي 2 قدام 2. فالمجهود طبعا بدل ما بيتوزع على 6 لعيبه، لا بيتوزع على 2 لعيبه بس، فبيبقى اكتر بكتير قوي. كمان احنا بنلعب في الصاله،
لا في البيتش فولي بنلعب في الرمله وبالشمس، يعني كل العوامل المناخ ضدنا. فالاندور طبعا احنا بنبقى سته وبنلعب في الصاله والتكييف شغال ومفيش اي مشكله خالص. فده سبب حبي اكتر للبيتش فولي، ان انا بحس ان هي يعني لعبه فرديه اكتر وهي بالظبط هي فيها تحديات كتير قوي للشخص نفسه، عشان انا بفضل العب على لعيب واحد طول الماتش، هو اللي بيستقبل وهو اللي بيضرب، وفي لعيب تاني هو اللي بيرفع له بس. أوكي. فطبعا اللعيب اللي بيتلعب عليه ده طبعا بنموته يعني، مش بنسيبه بنبهدله. اه دي حقيقه. طيب عايزه اعرف منك، في ناس كتير بتقول ان الحجاب بيقيد، يعني مجرد ما ارتديتي الحجاب في حركات كتير البنت ما تقدرش تعملها وتبقى عليها تحفظ كبير قوي، انت بتشوفي ده ازاي؟ هل الحجاب بيعارض الرياضه، عارضك ان انت شخصيا تبقي بطله؟ لا خالص، يعني ما عندنا نماذج كتير جدا في الاولمبيكس، فناس كتير اخذوا ميداليات وذهب كمان وهم بالحجاب. انا شايفه ان احنا نشيل موضوع الحجاب ده على جنب خالص، كل واحد بيعمل الحاجه اللي بيحبها من وجهه نظره باللبس اللي هو حبه، مش حد تاني هو اللي يقول ايه اللي بينفعني انا كلاعبه، ايه اللبس اللي يريحني انا. لا انا اللي مرتاحه من وجهه نظري انا باللبس ده، فانا بلعب فيه، انا لو مش مرتاحه فيه اكيد مش هلعب فيه. بالظبط. فكل واحد حر في لبسه، وكل واحد حر في طريقته وفي طريقه لبسه وفي كل حياته، وكل واحد يعمل الحاجه اللي هو بيحبها. برافو عليك. وهو لابس اللبس اللي هو عايزه، مش حد تاني هو اللي بيقرره له. طالما زي ما انت بتقولي عارفه اتحرك فيه، عارفه بالزبط. اعمل التاسك انا لو مش قادره مش هوصل للمكان ده. صح. يعني انا قدرت اوصل للاولمبيكس وانا لابسه الحجاب، يعني اما اوصل هناك هيبقى الحجاب عامل لي مشكله؟ لا خالص، انا اصلا الحجاب اللي وصلني المكان ده، فاكيد مش هيبقى مشكله بالنسبه لي لما اوصل المكان ده. هو نفس اللعب اللي انا بلعبه، تماريني كلها بتمرن بالحجاب، فدي اكيد حاجه انا اخدت عليها خلاص، فمش عامله لي اي مشكله خالص. اخدتي عليها وغيرتي نظره المجتمع وخليتي بنات كتير قوي يتشجعوا ان هم يعملوا ده. وفي فرق كتير قوي بعد ماتشاتنا لبسوا زينا عشان تضامنا معانا، ولحد دلوقتي كان اندونيسيا ما كانش فيها لعبه البيتش فولي، بقت فيها دلوقتي وبيشاركوا في خلاص. ما انت كتبتي اول قانون. بالظبط. لانه فعلا هي الرولز اللي حطاها هو شخص، فاللي يغيرها شخص تاني مفيش مشكله. بالزبط. زي ما انت بتقولي كل واحد ومعتقداته، طالما انا اللبس انا بالنسبه لي انا برضو بشوف زي كانه اللبس 100% ملوش علاقه باللي انا بعمله في حياتي، اللبس ده حاجه تخصني، انا عايزه البس كذا عشان ده اللي انا بامن بيه، اللي بيريحني اكتر، وجزء من شخصيتي. جزء من شخصيتي. برافو عليكي. طيب عايزه بقى اسالك على حاجه، دايما البطل او الرياضي سواء كان راجل او ست بيبقى عنده شويه تضحيات في حياته، يعني دايما يقول لك ايه يو هاف تو باي، انت لازم تدفع ثمن النجاح المعين. ايه الثمن اللي انت دفعتيه من حياتك عشان تبقي بطله؟ انا قعدت بعيد عن اهلي 12 سنه. يعني انا اصلا مش من القاهره، وعشان ابقى بطله وعشان اوصل للي انا وصلت له دلوقتي ده، انا كنت بسافر كل يوم واوقات كتير جدا كنت بروح واجي عشان ابقى ملتزمه مع النادي اللي انا بتمرن معاه. في اوقات كان في نادي بيقدر يوفر لي مكان ابقى موجوده فيه، وفي نادي مش بيقدر. فانا طبعا الموضوع ده بالنسبه لي كان تحدي قوي، ان انا طفله عندها 14 سنه، يعني طفله برضو مش كبيره قوي. أيوة طبعا. بسافر وبروح وباجي كل يعني كل الاماكن اللي بيبقى موجود عندي ماتشات. بالظبط. القاهره بسافر القاهره لوحدي، بسافر انا من البحيره، بسافر اسكندريه لوحدي. البحيره ابعد من اسكندريه تقريبا. اه مسافه يعني من القاهره ساعتين ونص، زيها يعني اسكندريه ساعه ونص. فمن القاهره ساعتين ونص مشوار طبعا. فطبعا كنت عندي 14 سنه وبقدر اسافر لوحدي واقدر ابات بره البيت، ف دي حاجه كانت في الاول عامله مشكله معايا مع اهلي، بس مع الوقت هم عرفوا ان انا فعلا استحق ان هم يضحوا معايا زي ما انا بضحي، هم كمان يستحق يعني يسيبوا لي فرصه ان انا اوصل للحاجه اللي انا بحلم بيها او اوصل بالحاجه اللي انا بتمناها. وفي الاخر هو ده قراري، وانا يعني هتحمل كل اخطائي وكل نتائجي، يعني لو كانت كويسه او مش كويسه انا اللي هتحملها في الاخر. الحمد لله كان عندهم ثقه كبيره في ان انا في يوم من الايام هبقى حاجه كبيره وهوصل للحاجه اللي انا حلمت بيها، والحمد لله هم كانوا اكتر ناس بيقفوا جنبي وبيقفوا ورايا. طبعا كان موضوع ان ازاي بنت تعيش لوحدها وازاي بنت تسافر على طول، هم كانوا اكتر ناس واقفين في ظهري، وكانوا اكتر ناس بيردوا غيبتي كانوا اهلي. والتضحيات اللي انا عملتها ان انا يعني
حاجات كتير قوي ومناسبات كتير قوي مع اهلي ما كنتش بقدر ابقى موجوده فيها بسبب ماتشاتي وبسبب تمارين. تستاهلي تبقي مدعومه بجد من اهلك. الطايره الشاطئيه او الفولي بيتش يعني في مصر انت بتقولي ان احنا محتاجين كتير، وصلتوا فين انتوا دلوقتي فيها لغايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله عندنا تصفيات اولمبياد باريس، وكنا المفروض نتأهل لطوكيو بس يعني الحمد لله كان في حالة كورونا في الماتش الفاينل بتاعنا فاتمنعنا من اللعب اصلا للأسف، واحنا كنا المؤهلين والمرشحين ان احنا نتأهل. فطبعا دي انا وقفت حياتي، يعني انا متجوزة وموقفة حياتي بقالي سنتين عشان يعني المفروض كان سنة عشان طوكيو، فطبعا حسيت بخيبة أمل كبيرة جدا بعد ما يعني كنت ناويه ان شاء الله اتاهل طوكيو وبعد كده يعني اشوف حياتي وبيتي وبعد كده ارجع ان شاء الله العب تاني. بس طبعا بعد اللي حصل ده البلان كلها اتغيرت، ولحد دلوقتي ان شاء الله عندي حلم جديد ان هو ان انا اتاهل لباريس. خلاص هنسى اللي فات ان شاء الله باذن الله، حلمي اللي جاي ان انا اتاهل لباريس. طيب هنبتدي بقى كده شويه اسئله سريعه. خلاص واجاباتها برده تبقى سريعه. اول سؤال، ايه هوايتك المفضله بعيدا عن الرياضه؟ يعني ايه الحاجه بتعمليها كل يوم كده بعيدا عن الرياضه؟ الله طب يا حبيبتي ممكن تعزميني؟ الاكل بتحبي الاكل قوي. انا استاذه سي فود. بس تاكلي وبتتمرني؟ لا استاذه هند بتاكل وبتتمرن. هي بتاكل وبتتمرن وانا كمان. اوكي ماشي. البيت ولا الرياضه؟ ما ينفعش اقول الاثنين. لو يعني لو هتيجي لو في اختيار انك هتيجي حاجه على حاجه، هاجي على ممكن اجي على بيتي شويه عشان جوزي بيقدر ده. حلو دي نعمة. الحمد لله هو مدرب على فكرة في النادي الأهلي. أوكي حلوة قوي. طيب عندنا صورة هتشوفيها وتعلقي عليها. أوكي ده جوزي ده كريم. بصراحة هو أكتر واحد دعم ليا في الحياة مش في الفولي بس. يعني وأنت بتتكلمي أصلا من قبل ما تقولي عايزة أقول لك ما شاء الله، هو واضح إن هو داعم يعني. بصراحة يعني عشان كده بقول لك ممكن اجي عليها شويه فهو هيقدر يعني. هي مش هتيجي، هيشيل هو شويه لغايه لما انت تعدي المهمه بتاعتك. على فكره كمان فكره، عارفه دايما يقول لكم بلاش اتنين بيشتغلوا نفس الشغلانه او بيعملوا نفس الحاجه يتجوزوا، انا ضد ده. يعني هو جوزها لعب كره طايره في النادي الاهلي وهي كمان، اعتقد انه علشان فاهم فقادر ان هو يدعمك. ايوه طبعا. انا بالنسبه لي انا لو حد مش فاهم مجالي او حد فاهم لعبتي، لا مشكله كبيره قوي انك تقنعي فيه ان هو اصلا يستنى معاكي وياجل حياته برده معاكي عشان حاجه انت عايزاها وحاجه بتتمنيها وهو الوحيد اللي مؤمن بيها وحاسس يعني ايه واحده نفسها توصل للاولمبيكس تاني عشان هي راحت مره عشان هو كان نفسه يوصل وحصلت اصابه وبطل بسببها، فهو حاسس بالحاجه اللي انا نفسي فيها فهو بيدعمني فيها. برافو والله، والله بشجعه والله بوجه له تحيه. شكرا. يلا انا عايزه اعرف نجمك المفضل. هتصدقيني؟ هصدقك. هتصدقيني؟ انا عرفت فهمي. مين؟ طب قولي انا. طب رقم فهمي. لا احمد فهمي. احمد فهمي اللي احمد فهمي ورامي جمال الاثنين. بجد؟ الاثنين حبايبنا كده. اصل رامي جمال حبيبي. طيب عايزه بقى اسالك عن حاجه من اكتر اللحظات فخر في مشوارك تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكي، عايزه بقى تكلميني عن احساسك في اللحظه دي. هو طبعا اول حاجه اول ما قالوا لنا ان احنا هنتكرم من الرئيس انا كنت بستعد ومش عارفه يعني ايه، يعني ايه هتكرم من الرئيس ويعني ايه وسام، فدي كانت حاجه بالنسبه لي لا يعني انا عايزه اروح اكتشف ايه اللي هيحصل. فرحت ولقيت يعني الناس دي كلها قاعده مستنيانا والناس دي كلها بتشجعنا، وطبعا كانت لفته طيبه جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما داعم للابطال وللرياضيين، فكانت بالنسبه لي هو فعلا وسام. وسام ودي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي انا هفضل افتخر بيها طول الحياه وطول مشوار الرياضي. هي الصوره دي؟ هي دي الصوره اللي انت أيوة قصدك عليها؟ هي دي الصوره من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه الى وسام الدرجه الاولى. دعاء توفيق تقدير. لا لا دي ورقه مهمه، ينفع اغير اسمك؟ احط اسمي بدلها خدها. طيب عايزين بقى لو انت ما كنتيش لعبت كره طايره كنت تتمني تعملي ايه الرياضه اللي تمارسيها؟ يعني يا كوره يا هاندبول. كوره كوره فوتبول يعني انا فراكه شويه واندفاعيه يعني. فاي لعبه فيها خناقات هتلاقيني فيها كويس. مين اكتر لعيب كوره بتحبيه في كريستيانو؟ كريستيانو. وفي مصر؟ محمد صلاح. محمد صلاح. لا في الدوري المصري يعني، خلينا كلنا بنحب محمد صلاح.
يعني بالنسبه لي انا علي معلول في الدوري المصري وفي الاهلي. اوكي اوكي هي هو انت جاوبتي بس هسالك برضو عشان لو عايزه تراجعي نفسك. أوكي. تركيزك في الرياضه اثر على حياتك الشخصيه؟ لا الحمد لله تمام. حياتك الشخصيه دي كمان بتشمل غير الجواز، صداقاتك، لا يعني عيلتك؟ يعني انا دلوقتي حاليا صحابي بقوا برضو في نفس الاريا بتاعه البولي. أوه. وصحابي اللي هم بتوع المدرسه وبتوع الجامعه دول لسه لحد دلوقتي على تواصل معاهم. ما انا ايامي كلها مش بفضل اقضيها في النادي، اكيد طبعا في وقت بيبقى عندي فاضي بقدر اخرج فيه مع صحابي برضو. بقدر اشوف اهلي، بقدر يبقى في فاميلي داي، الحاجات دي كلها. فالحمد لله يعني قادره اوفق بين الحاجات دي كلها. فهميكي فهميكي. طيب. انا مبسوطه ان انت كنتي موجوده معانا النهارده. انا كمان قوي. احنا ايه وقتنا خلص خلاص؟ اه للاسف الشديد. شفت بقى والله عايزه اسالك اسئله كتير قوي. انا والله مبسوطه قوي بجد ان انا كنت معاكم النهارده، وان شاء الله باذن الله ابقى معاكم تاني. اكيد جدا. وانت بقى بميداليه كده تحفه تيجي هنا نقعد ونعمل معاكي انترفيو ان شاء الله. تبقوا تجيبوني ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن دعاء الغباشي نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر في الكره الطايره. بنتمنى لك كل التوفيق وبطولات كتير ونجاحات كتير 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 ان شاء الله، وتبقي دايما معانا هنا في فقره الحريفه ان شاء شكرا الله. ليكي جدا. وبكده تكون خلصت حلقات فقرتنا النهارده. فقرات جديده ومفاجات كتيره ان شاء الله.